وسائل التواصل الاجتماعي وهل هي معيقة للنضال الفلسطيني والعربي أم لا؟ كان موضوع المناظرة الدورية التي ينظمها منتدى جامعة بيرزيت للمناظرة، والذي يهدف لتسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع المحلي. هذا الموضوع جدا مهم، لأنه كل الأحداث الأخيرة كمان صار في كتير طرح بالإعلام عن الإعلام الاجتماعي، الثورات العربية اللي صارت اللي كتير همت الطلاب، وخاصة طلاب جامعة بيرزيت، وخاصة طلاب الإعلام. بحسب عارف حجاوي مدير البرامج السابق في قناة الجزيرة القطرية والذي مثل الفريق الثاني في المناظرة، كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور محوري في صناعة حرية شعوب المنطقة، موقف اعتبره الفريق الأول منافيا للحقيقة. وسائل الاتصال الجماهيري هي تعطي الحرية للناس عبر عن نفسهم. الإعلام العادي المألوف هو أنا أعطيك المعلومات وهذا هو. أنت لما يكون في فيسبوك وأنت قادر تأخذ وتعطي في الأشياء، أولا أنت قادر أن تختار صورتك للعالم، أن تختار نشرة أخبارك. لا يمكن تجاهل التأثير الواسع لوسائل الإعلام الاجتماعي على الشعوب ودفعها للتحرك والمشاركة في الحياة السياسية، تأثير أسقط عروشا لطالما كانت عبئا على صدور شعوبها، وترك أخرى تنتظر على طابور الانتظار. احنا وجهة نظرنا الآتية، احنا مش ضد وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي، ولكن احنا بنعرف انه هاي الوسائل لا يمكن ان تكون حيادية، وهي مصممة بشكل يؤدي الى ادمان الشباب عليها، وهي محكمة لتؤدي للوضع اللي واصلين له حاليا، اللي هو تضارب المعلومات. في ختام المناظرة اعلن فوز الفريق الثاني بناء على قرار الجمهور ولجنة التحكيم، فوز يؤكد ان العالم الافتراضي قوة حقيقية لا يمكن الاستهانة بها مستقبلا. رغم صرخات الربيع العربي التي دوت أصواتها في جميع أرجاء العالم، والتي كان لوسائل التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في صنعها، يستمر الجدال في الشارع العربي على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيدين السياسي والاجتماعي. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. على الكود.com